السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايه اهلا نزور صلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولدني خلال راح اشارك معكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري. فاذا كنتم تشاهدون على المره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا الذاكره مؤخرا يعني في التربص الخاص بالمنتخب الوطني الجزائري شهدت قائمه المنتخب الوطني الجزائري هجره لبعض لاعبين مزدوجي الجنسيه، كانت اعدادهم 5 إلى 7 لاعبين من مزدوجي الجنسيه من منتخب فرنسا للامال او الفئات السنيه الصغرى الى المنتخب الوطني الجزائري من اجل تقمص الوان هذا المنتخب ومحاربي الصحراء. وما شاء الله عليهم، في اول مباراه قدموا لنا مستويات كبيره وخلونا نقول احنا كمنصرين ان هؤلاء اللاعبين قادرين نتكلوا عليهم في المباريات المقبله والاستحقاقات القادمه الخاصه بالمنتخب الوطني الجزائري. فبالرغم من هذه الهجرة الخاصة بهؤلاء اللاعبين 7 إلى 6 لاعبين من فرنسا إلى الجزائر، إلا أن هنالك في الاتحاد الفرنسي والفئات السنية الصغرى لمنتخب فرنسا ما زال متبقي بعض لاعبين مزدوجي الجنسية لحد الآن لم يحسموا مستقبلهم الدولي وذلك بشكل رسمي. ولكن اليوم صارت فضيحة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وحسب مصادر موثوقة راح تخلي هؤلاء اللاعبين يرفضوا منتخب فرنسا ويجوا للمنتخب الوطني الجزائري وذلك بشكل رسمي. قبل ما أشارك معكم أسماء هؤلاء اللاعبين، خليني أشارك معكم الفضيحة التي حاليا يعني فجرها لنا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم، والذي قلب جميع الموازين ووجه ضربة لنفسه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ووجه يعني خبر مفرح للكوتش جمال ماضي والمنتخب الوطني الجزائري. طبعا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منع الحكام من توقيف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين وذلك بشكل رسمي مثل ما تشاهدون في هذا البيان الظاهر أمامكم. الاتحادية الفرنسية لكرة القدم قدمت تعليمات للحكام برفض توقيف المباريات خلال شهر رمضان لإفطار اللاعبين المسلمين، وهذا جاء في مراسلة بعثتها الاتحادية للجنة الحكام التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم. والحكام يعني بدورهم سيمنعون توقيف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان، يعني ما راحش يعطوهم هذاك الدقيقة باه يكسروا الصيام تاعهم. وأضاف المصدر أن قرار توقيف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين يتعارض مع أحكام النظام الأساسي للاتحادية الفرنسية لكرة القدم. إضافة إلى ذلك، ديدي ديشامب مؤخرا صرح باللي أن اللاعبين المسلمين لازم يأجلوا الصيام نتاعهم إلى 5 أيام، ما يبداوش الصيام نتاعهم يعني مثل جميع المسلمين في جميع الدول العربية، بل أنه راح يأجلوا الصيام نتاعهم إلى 5 أيام بسبب مباريات المنتخب الفرنسي. إبليس وما دارش هذه الأشياء أعزائي الكرام، ولكن الاتحاد القدر اتحاد فرنسا لكرة القدم يضغط على اللاعبين أعزائي الكرام المسلمين. ولو كان نروحوا في الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل المثال، يعني اللاعبين المسلمين عندهم الحرية التامة وعندهم يعني وقت مستقطع باه يكسروا الصيام نتاعهم تزامنا اذا كانت المباريات نتاعهم متزامنة مع يعني اذان المغرب، يخليوهم يكسروا الصيام نتاعهم. الدوري الايطالي، الدوري يعني الالماني، كل شيء على ما يرام، الا الدوري الفرنسي اعزائي الكرام والمنتخب الفرنسي اللي يمنعوا اللاعبين هذو ويضغطوا عليهم بشكل كبير جدا. وبسبب هذه الفضيحة اعزائي الكرام اللي حدثت اليوم، يعني خلت لاعبين مزدوجي الجنسية يفكروا باه يمثلوا المنتخب الوطني الجزائري وذلك بشكل رسمي، واصبحوا لا يطيقون هذه الضغوطات. وهذا ما اكده لنا رومين مولينا الظاهر امامكم، الذي صرح لنا قائلا عده لاعبين شباب سيتركون تمثيل المنتخبات الفرنسيه بسبب الضغط الكبير التي تفرضه اتحاديه فرنسا عليهم بعدم صوم شهر رمضان. والجزائر تعتبر في المقدمة 2 إلى 3 لاعبين سيلتحقون قريبا بصفوف محاربي الصحراء. وكي نتكلموا عن الفئات السنية الصغرى راه نتكلموا عن أمير غويري، رايان شرقي، ياسر العروسي، وللحديث بقية أعزائي الكرام عندنا بزاف لاعبين يعني احتمال كبير جدا راح يمثلوا المنتخب الوطني الجزائري مثل ما أكد لنا هذا الصحفي الاستقصائي فاضح الفساد في عالم كرة القدم. كذلك صرح قائلا سيتوقف العديد من اللاعبين مزدوجي الجنسية عن تمثيل فرنسا واختيار بلدهم الأصلي الجزائر على وجه الخصوص، ويأتي ذلك بعد هذه الهدنة الدولية التي أجبرت اللاعبين الفرنسيين أو اللي لعبوا المنتخب فرنسا من سن 16 إلى المنتخب الأول على عدم أداء شهر رمضان. عندما سئل اللاعبون عن تفسيرات حول هذه النقطة تم إعطاؤهم التفسير ألا وهو قائلين لهم تأتي الأوامر من الأعلى، أي تأتي الأوامر من طرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الاتحاد القذر الذي يمنع المسلمين يعني باه ما يصوموش رمضان، وايضا اعزائي الكرام يمنعهم باه ما يكسروش الصيام نتاعهم اذا كانت المباريات نتاعهم تتزامن مع وقت الاذان، عكس الاتحادات الاخرى اللي تسمح للاعبين المسلمين الا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. شوف الجزائر تشيله في كلش الا في الدين،
وصلت للدين نقطة نعود إلى السطر. وهؤلاء اللاعبين عاجلا أم آجلا راح يجوا للمنتخب الوطني الجزائري، والواحد يعني يحب اتحاد كرة معين يفرض عليه المنطق نتاعو، خاصة في الدين عزيزي الكرام هذه النقطة ما فيهاش هزار. فلهذا اللاعبون هذو راح يمثلوا المنتخب الوطني الجزائري عاجلا أم آجلا بسبب هذه الضغوطات التي تسلط عليهم يعني كل مرة، إضافة إلى أمثلة كثيرة جدا أخرى. على سبيل المثال كيف عامل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم زين الدين زيدان وكريم بنزيما وكذلك حسام عوار سابقا، هذه الأمور كلها تصب في صالح المنتخب الوطني الجزائري وتخلي هؤلاء اللاعبين يبعدوا عن منتخب فرنسا ويجوا للمنتخب الوطني الجزائري. أما تمثيل هؤلاء اللاعبين للفئات السنية الصغرى في هذا الوقت الحالي هي مسألة وقت فقط عزيزي الكرام، وراح يجوا إن شاء الله للمنتخب الوطني الجزائري حسب المصادر اللي شاركتها معكم قبل قليل. فأنتم خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، ما رأيكم حول هذه الأخبار. بالنسبة لأخبار موالية تتعلق بأمين غويري، كشفت لنا يعني أفتر فوت أرمسي قائلين أن أمين غويري اختار اللعب للمنتخب الوطني الجزائري وذلك بشكل رسمي. في الأشهر المقبلة سيلتحق غويري بالمنتخب الوطني الجزائري، ومن الأرجح بعد يورو الشباب تحت 21 سنة الذي سيقام بين جوان وجويليا. ولكن الصحيفة بسبب الضغوطات، هو نفسه المصدر عزيزي الكرام اللي شارك معنا هذا الخبر باللي انه راح يجي للمنتخب الوطني الجزائري بعد غد، يعني شاركوا معنا خبر نفوا فيه الخبر اللي جابوه لنا يعني اللي شاركته معكم قبل قليل. كما تشاهدون في عنوانهم الضخم كتبوا قائلين: شرقي وامير غويري لم يتخذ اي قرار بشان جنسيتهما الرياضيه. وهم غير البارح قالوا باللي انه رسميا امير غويري راح يجي للمنتخب الوطني الجزائري وراح يغير الجنسيه نتاعو من الفرنسيه الى الجزائريه. فالعاب العقل هذو زي كرام دائما يحاولوا يضغطوا على لاعبين مستوي الجنسيه باه ما يجوش للمنتخب الوطني الجزائري، ولكن عاجلا ام اجلا راح يجي واحد تلو الاخر من اجل تمثيل المنتخب الوطني الجزائري. وديجا غير كي تشوف اللاعبين هذو اللي جاوا للمنتخب الوطني الجزائري في هذا التربص الحالي اللي كان في شهر مارس الجاري عزيزي الكرام، والتصريحات نتاعهم كيفاش استقبلوهم وكيفاش يعني قدموا مستويات كبيره، اللي قدم اسيست، اللي سجل هدفين، اللي سجل واللي يعني كان عنده مستوى جيد فوق ارضيه الميدان، واللي ساهم يعني ولو بتمريره في هذيك المباراه عزيزي الكرام الخاصه بالمنتخب الوطني الجزائري امام النيجر ذهابا وايابا. يعني يخليوا هؤلاء اللاعبين يخمموا كيفاش يعني استقبلوا هؤلاء اللاعبين مزدوجي الجنسيه، كيفاش نكبر بيهم في المنتخب الوطني الجزائري عكس المنتخب الفرنسي اللي ما خلاهمش مابا يصوموا رمضان عزيزي الكرام. فرق شاسع، فرق شاسع وكبير جدا بين الاتحادين. والمنتخب الوطني الجزائري ما شاء الله عليه راه عنده كتيبة هائلة من اللاعبين، كي تضاف إليهم هؤلاء اللاعبين المنتخب الوطني الجزائري راح يولي أقوى بشكل كبير جدا، ويولي شرس في القارة السمراء، ويولي مسيطر على القارة السمراء من جديد. ننتقل الآن أعزائي الكرام إلى الخبر الموالي. شفوا هذيك الصور اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اللجنه الخاصه بالاتحاد الافريقي لكره القدم اللي بعثت لجنه المانيه من اجل مراقبه ومعاينه الملاعب الجزائريه، واللي كانت هنالك بعض التصرفات الصبيانيه وبعض التصرفات على الذاكره ايضا الغريبه في الامر. يعني كانوا يبحثوا بالمجهر على اي يعني تعليقات سلبيه يلقاوها في المدرجات او في العشب او شيء من هذا القبيل. اليوم على الذاكره اتضح لنا بلي انه هذيك اللجنه الالمانيه عندها مقر للاسف الشديد في المغرب كما تشاهدون هنا امامكم، وهذا يوضح لنا العديد من الامور كيفاش هذيك اللجنه يعني تصرفت تجاه الملاعب الجزائريه بطبيعه الحال، وكانوا يبحثوا عن زله، تحسهم باللي انه كانوا يبحثوا عن اي زله باه يحرموا الجزائر من تنظيم يعني كان 2025. اليوم عرفنا الزي كرام المقر نتاعهم من وين وشكون اللي كان الزي كرام يضرب في الخفاء من اجل الاطاحه بملف الجزائر. ولكن بالرغم من هذه الاشياء ما لقوا ولا شيء. كما تشوفوا الزي كرام كان يحسب حتى البيروش حال فيه من شبر، يعني كل شيء كان يعني غريب الأطوار بسبب هذه اللجنة ومعاينتها للملاعب الجزائرية. بالنسبة للنقطة الموالية في الخبر الموالي والأخير، رسميا أكدت لنا تقارير محلية اليوم بأن المنتخب الوطني الجزائري بنسبة كبيرة جدا سيقابل هذه المنتخبات في شهر جوان المقبل، كل من منتخب يعني جنوب إفريقيا كذلك منتخب مصر ومنتخب غانا هم الأقرب من أجل مواجهة المنتخب الوطني الجزائري وديا تحضيرا لكان 2024 بالكوت ديفوار. كان هذا فيديو اليوم، خبرونا لكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.